اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريدة عبير مباشرة من الدار البيضاء وبالضبط من محكمة السناف في القضية الشهيرة، القضية اللي ديال الشابة ليلى ام نور اللي تعاطفوا مع المغاربة كاملين في مستجدات اليوم في المحاكمة ديال القضية ديال تهمة النسب. ليلى اهلا وسهلا بعدا المتتبعين ديال قناة عبير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الملف ديالي تاخر ل 24/2 لان المشتكي والمشتكيه ما جاوش، وكنتمنى ان شاء الله الملف ديالي يمشي كما بغيت، ونتمنى ان شاء الله القضاء ينصفني. وثقتي كبيره في القضاء، انا تعرضت للظلم، تعرضت للحقره، تعرضت لبزاف المسائل، ولكن اليوم ان شاء الله ملي نجي للاستئناف. انا بالمناسبه الملف الابتدائي تحكم وانا ما كنت مريضه، كنت نعسه في لاكلينيك، وتحكم بلا الحضور ديالي لان المشتكيه هادشي اللي بغات، وطلعتها للاستئناف. ونتمنى ان شاء الله الخير، نتمنى القضاء ينصفني، وانا ثقتي كبيره في القضاء ويحيى العدل. وان شاء الله قد ما تطورت القضيه، قد ما مشات حتى 3 سنين حتى 4 سنين، غادي واحد النهار غينصفني القانون، وان شاء الله غير الخير اللي جا لقدام. ونتمنى الخير ان شاء الله ليا والجميع يا ربي. اخويا المغاربه شي سؤال على نور؟ لاباس عليها الحمد لله، هي في صحه جيده بوجودكم وبالتفاعل ديالكم وبالتعاطف ديالكم معايا ومع نور. الحمد لله تحسنت الحاله ديالك النفسيه، ما بقيتيش؟ الحمد لله الحمد لله، صحتي ولات بخير. حاولت نخرج من ديك العزله، حاولت نخرج من ديك ديبرسيون واكتئاب، حاولت نبني حياتي، نخدم على راسي كما كتشوف. راه قلتي راك متبعني في القناه ديالي، ونتمنى ان شاء الله الخير خويا. واش هذيك القناه اللي درتي واش درتيها في الصفر غير في هذا الساعه؟ لا لا لا، انا اول ما انا فاش درت القناه ديالي، يعني بعيدا على السلبيات، بعيدا على السلبيات، درت ديك القناه باش ما نهضرش على مشاكلي، يعني ان الناس كلها عندها مشاكل، جيت باش نفوج على المغاربه، باش نشارك معاهم حياتي، نشارك معاهم وصفات، نشارك معاهم رحلات، بزاف ديال الحوايج. اما المشاكل راه ما خطا حتى شي واحد. ليلى العائله ديالك الحمد لله اليوم، اش بغيت تقولي الدفاع ديالك اللي اثروك؟ بالنسبه للدفاع ديالي، انا كنبغي نشكر، انا كنبغي نشكر اول الدفاع ديالي هو استاذ زهراش، وكنبغي نشكر استاذ القلاع اللي بقاو معايا حتى الاخير، واستاذ فتيحه شاتو، وأستاذة وفاء حتى هي، والمجتمع المدني كذلك، الرأي العام. والشكر دائما كيرجع للأستاذ زهراشي، دائما كيكون معايا، وأستاذ القلاع كذلك، وهذا الشيء اللي كاين. وبصراحة أنا فيما كندخل المحكمة كيكونوا كتافي عامرين ملي كتكون معايا أستاذ القلاع، لأن أستاذة مستقلة، وأستاذ زهراشي هو كذلك. وكنقول لهم ونعم الدفاع، بصراحة أنا اللي جربت وعرفت ان اساتذه بمعنى الكلمه، يعني كيهضروا في شي حاجه اللي كاينه، وبطبيعه الحال يعني شي حاجه بالدليل، وكذلك كيتبعوا الملف حتى كيساليوه ان شاء الله. ونتمناو ان شاء الله من القدام السجن الحمد لله انت غتبقاي واحد المراه حره، وغتكون مثال للمراه المغربيه. واش فاش تفكري داك الشيء اللي داز عليك، واش تقولي الحمد لله على كل حال؟ الحمد لله، لان الراي العام معايا، لان صوتي وصل للشعب، لان القضاء انصفني في المحكمه الاجتماعيه، غينصفني هنا ان شاء الله، وانا عندي احساس وعندي يقين انني غنتنصف حتى في محكمه الاستئناف. وانا فخوره، انا جد فخوره باستاذ زهراش بهيئه الرباط، وباستاذ القلاع اللي بهيئه كازا، ديالك كامل، الدفاع ديالك كامل. لا كنبغي نسميهم لان حقهم كبير عندي، والله العظيم حقهم كبير عندي، انا موكله ديالهم، وانا اللي كنعرف اكثر، فهمتي؟ عارفه استاذ زهراج انه كيوقف بكل شيء، واستاذ القلاع كذلك. شنو واحد الازمه اللي دازت النفسيه ديال الناس اللي كليت واحد المده واضطرابات نفسيه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله خويا. كيدير الحياه ديالك مع نور دابا؟ والله الا بخير الحمد لله، تفرغت ليها بكل شيء، عقليا وجسديا وقلبا وكل شيء.
ربي يخليكم مع المتتبعين ديال قناه عبير، الله يحفظكم والله يكبر بكم حتى نتوما. وانا ما عمرني كينسى الخير يود الحرام، وانا ما عمرني غنسى الوقفه اللي وقفتوا معايا ووصلتوا صوتي للشعب. وبصراحه انا واقفه بوجودكم ومازال غنعطي الاكثر فاكثر. وهادشي اللي كاين القناه ديالي هي اميره ليلى، مرحبا بكم عندي في قناه ديالي اميره ليلى وشرفوني. كنبغي ننصح، انا بغيت القضيه ديالي تكون للعبره ماشي للفرجه، وكنبغي ننصح لجميع المغربيات والمغاربه كاملين اون جينيرال من طنجه دابا للكركارات، مابقاش من طنجه للكويره، ما يبقاوش يثقوا لان الثقه ما كايناش، الثقه ما كايناش. وانا اللي جربت وانا اللي جربت وحكمت، ما انسان يفقد الثقه، ما تعطيش كل شيء وما تاخذش كل شيء. شكرا ليلى كلمه اخيره للمغاربه. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في قناه عبير، ونتلاقاو ان شاء الله بفرحه ويكونوا دموع الفرح ان شاء الله من هالقدام. وامنتكم في الذي لا تضيع ودائعه. شكرا لك. شكرا استاذ القلاع. شكرا استاذ. رشيد قلت لك انا شد الاستاذ ديالك. حتى رشيد دير لها فيديو في القناة ديالها. راه ضروري ضروري غنصورها من هنا ماشي مشكل. نعطيه هو وادي يسكن فيها. عطيه رشيد. استاذ زهراش اهلا وسهلا، جديد في القضية ديال ليلى اللي شفناها اليوم، فرحانة وشكراتكم بزاف وقالت لكم وقفتوا معها وازرتوها وما تخليتوش على ولو دقيقة. احنا اولا احنا كنشكروها على الثقة ديالها اللي وضعها فينا كدفاع او ما تبقى من اعضاء هيئة الدفاع، الاستاذة القلاع وهذا عبد الطعيف. ولكن في نفس الوقت تنبوا على الزميلات الاستاذة فتيحة شطاطو والاستاذة وفاء ابا جدي اللي الظروف ديالهم حالات الظروف الصحية حالات دون الحضور في هذه الجلسة، كنتمنوا لهم الشفاء. صح، حنا كنشكروا على هذه الثقة ديالتها فينا. واللي بغيت نقول على انه اليوم احنا في واحد المنعطف جديد ديال القضية ديال ليلى. ليلى اللي تحرمت من الحقوق ديال الدفاع ديالها في المرحلة الابتدائية، بحيث انه في الملف الجنحي كنتحدث، لان اليوم كان محكمة استئناف كتنظر في القضية الجنحية. وكما تعلمون وكما كيعلم الرأي العام، وحنا كنتذكروا بهذه الوقائع انه خلال ديك المرحلة ديال المحاكمة كانت هي قيد طريحة الفراش بالمستشفى ودلينا بالملف الطبي، ورغم ذلك لم يتم الاخذ به بعله احنا سنناقشها امام المحكمه وسنناقشها الدفاع كلها امام المحكمه. اليوم الطفله نور كتكبر الحمد لله، والايمان ديالنا بهذه القضيه كيكبر، ماشي من اجل البوز كما يدعي الناس، ماشي من اجل التوندونس، ولكن من اجل قيم، من اجل المصلحه الفضلى للطفل. واليوم هي كانت اشكال عندها باش تسجل لبنيتها، وسلم لها النسخه ديال الحكم باش تسجلها في لاكاردوري، ياك، لانه لقينا واحد الاشكاليه كبيره في تبليغ هذا الحكم، بحيث انه ما بقيناش كنلقاو المفوضين القضائيين اللي كيمشيو باللغو ما كيلقاوش المطلوب في الدعوه. ولكن هذه كتبقى اجراءات، وكيبقى واحد الشيء اخر هو الضمير، ولكن كيبقى شيء اكثر من الضمير ومن القضاء، هو كيبقى غدا. غدا لما كنغادروا هذا الكون وكنمشيو عند الخالق، الانسان خصو يكون انذاك تما مسلح بهذه القضيه ديال الردود. شنو غيقول الانسان امام خالقه؟ احنا مآمنين بان هذه السيده عن حق، مآمنين بأنه القضاء هو اللي كيفصل، ومآمنين كذلك بأنه الحق ديال ديك البنيته ما غيضيع لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولذلك احنا غادي نبقاو معها إلى آخر رمق، مهما يكال ومهما من تصرفات اللي كتبغي تعرقل
الحقوق ديالها والحقوق ديال الطفلة ديالها في الوصول إلى الحصول على نسب طفلتها لن نتردد في التخلي عن مهامنا كدفاع وكحقوق الدفاع. وطبيعة الحال كما يعلم الجميع أن هذا الحق اللي كتغوت عليه هذه السيدة هذه هو مكفول بالمواثيق الدولية، مكفول باتفاقية حقوق الطفل، مكفول بالدستور، وثانيا عندها حكم قضائي ديال المحكمة اللي تبت النسب بما لا يدع شك بالقرائن والحجج. والملف الثاني هذاك ملف راه قلنا لكم السياقات ديالو، ملف فبرك يعني تم الفبركة ديالو من طرف زوجة المطلوب في الدعوة. وعلى كل حال حنا هادشي غنقولوه في المحكمة وكنقولوه في الإعلام، وما عندناش يعني درد الخوف من المواجهة ديال هذيك السيدة أمام المجتمع ولا أمام القضاء. شكرا أستاذ عراش. شكرا. وتبعوا مشاهدي جريدة شعب. أستاذ إمتى تأخر الملف؟ تأخر الجلسة 24/2 باش تحضر الأخت ديالها ويستدعيوا المطالبين بالحق المدني. شكرا. شكرا أستاذ. شكرا. متابعي ومشاهدي جريدة شعبر، من هنا نستودعكم الله. ليلى قولي للمغاربة شي كلمة. ما تسخاوش ما تسخاوش بيها. كنقول لهم شكرا لكم بزاف وكنبغيكم بزاف. صراحة أنا بوجودكم أنا واقفة، بوجودكم وليت في حلة جديدة. شكرا. تبارك الله عليك. متابعي ومشاهدي جريدة عبر، من هنا نستودعكم الله في مباشر آخر إن شاء الله.